يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئل أحد الأشخاص ما هي معشوقتك فقال إنها الكعبة، فهل هذا القول صحيح ومستساغ؟ إن كان يريد بالمعشوقة المحبوبة وأن الكعبة هي محبوبته هذا له وجه من الصحة، وإن كان لا ينبغي أن يقال المعشوقة. أما إن كان قصده المعشوقة اللي هي معشوقة الشهوة هذا لا يجوز ولا يقال في الكعبة، هذا عشق الشهوة ما يجوز، أما عشق المحبة فهذا المعنى صحيح لكن اللفظ ما هو صحيح. نعم.